معرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليه يا ام فتحي، اطلعي يا اختي الدلدلي وردي عليا بدل ما بزع كرامتك في الحاره كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ وايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مدي ايديا في كرشها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. مال؟ على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش، خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي، خشي جوه. عربيتي. قول يا ربي. انزلي من العربيه يا حراميه. انزلي يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عمال ادور عليكوا؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بنت حراميه؟ حاجه ايه؟ انت هتستعبطي يا رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي. اولا انت جامده جدا. ميرسي. عملتي ايه بقى مع سيد عظمه؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خدي يا ست الحاجه بتاعتكوا. ايه؟ كامله. خد شوف الحاجه دي، لا تكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليه. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلقه بتاعي؟ حلقه ايه؟ الحلقة الدايموند اللي انتي لابساه. اطلعي يا بنت من الحلقة. يوه خد يا ست، كنت هروح بقى فنت كلنا حرامية في الخير. امسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. هاي خلاص كل تمام؟ وايه اللي تممه يا روح امك؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسهل؟ ده انت بتحلمي. يا ست صباح عليا الطلاق بالتلاتة، ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخة الازهر، انتوا جايبيني من قهوة الحرامية. طب يا اختي ما ترديش كتير في الكلام، اديكي عرفتي، ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمة ما انت باشا وانت زعلان، لازم اصبح عليكي. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت، خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلتلكوا والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده في كشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحيلي؟ يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله. مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع، وخلي امك تحضر الفطار. وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجع العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي،
طب لما تعرف بقى قول لي. سلام بقى. حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي. يعني هم راحوا قهوه الحرميه عشان يسرقوا العقد. مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتقل بالداب، يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. اقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتقل بالداب، يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو. هنقعد طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر، حاضر سعادتك. بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على الأقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، أنت طلبت حاجة وأنا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجة؟ لا. طب لما هو لا لا، أمال إيه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ أه صحيح. بص عليك، لحظة واحدة. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك. بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. الملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي. ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دوا الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دوا الضغط يا ضاحي، بقول لك هموت. حاضر. انت مفيش بقلبك راحه بقى. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مش كده. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتنا هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتنا وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستقبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجه مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس بس اهي جت اهي. بس هي مالها عامله في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانه رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البريه. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البريه. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي ايه؟ شايفه؟ شايفه الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ اه ضربالنا راسك بميه اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياه ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلون طول ما انا ماشي يجروا الشعبطه يجروا الشعبطه. طب وما فرملتيش فجاه ليه؟ يقع على طول. ما جاتش ببالي بقى. معلش، الحمد لله على السلامه يا ست فتحي. الله يسلمك يا ست فتحي. يا جماعه الجمله دي مش راكبه معايا، مفيش حاجه اسمها الست فتحي. ايوه صح. ايه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ انت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمشي، لكن انا اسمي الحقيقي جايده. طب والنبي وانت جايده هاتي لي معاكي ولع. ممكن تديني شفته؟ اه اتفضل. سيف ايه؟ اكيد اسم جايده عليكي اغرب بكتير بالنسبه لي من فتحي، فاحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعه ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقول لك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جت لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا ابله. بص يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده اتاسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ.
تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لا مؤاخذه كام كاميرا معشاه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه؟ لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويلة حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكرة فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت تلبسي سايحة اجنبية. انت كده لابسة سايحة اجنبية؟ طب وحياة باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى بالصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقول لك يا معلمه هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا امور، انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من الميه جوه النيل في البحر. يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طالعه من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكيه على فكره. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي. احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاكي متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعقه. بصي يا ابلة، احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. في المكان ده هو هنا؟ شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ لا خايفه من المكان. يا فين بقى الست الهانم؟ معرفش. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه معرفه وماشيه. انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي، بتمشي في الشارع عادي؟ عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود. ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسة، مفقوسة جدا. دي مش أول مرة تسرق، هي عارفة كويس هي بتعمل إيه. قوليله والنبي قوليله عشان بس مفيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا.